طنط فرنسا. نعم يا غالي. ماما عايزك. حاضر. في مشوار ولقيت تشيلسي اللي بيكسب في اي اتجاه، واحد ليكي واحد ليا. بجد يا غدا؟ ايوه بجد يا فايده. ربنا يخليكي ليا يا غدا. انا اصلا يا غدا دلوقتي كنت جايه لك عشان اوريكي شنطه المدرسه بتاعتي. بجد؟ طب ماشي يا فيروز ولا ايه؟ ماشي يا غزل. يا غزل. فين غزل يا فرنسا؟ غزل فتحت الباب ونزلت. يبقى اكيد اخدت الشيبس اللي بيكسب راحت تديه لفيروز. يا مدام. خلاص ماشي يا فرنسا. ماشي. ايه ده؟ الله يا فيروز، ده حلو قوي يا فيروز. ايوه يا غزل. بقى ماما ما جابتليش الصغيره عشان انا كبرت، فماما جابتلي الكبير. بس دي جميله قوي يا فيروز وشكلها حلو قوي. انت جبتي شنطه المدرسه؟ ايه ده؟ صح يا فيروز، انا نسيت اقول لماما تجيب لي شنطه المدرسه. طب اقول لك على حاجه، هروح دلوقتي اقول لها هاتلي شنطه المدرسه. طب تعالي بس نفتح الشيبسي اللي بيكسب. تمام. انا الاول. طب يلا. بس حلوه قوي الشنطه. نزلتي ايه؟ توكا. حلوه قوي. كسرت حرفيا. طب ماشي بقى يا فيروز، هروح اقول لمصر. ماشي. شنطة جميلة قوي. أيوة. ماما يا ماما، أنا عايزة أقول لك على حاجة. نعم. أنا عايزة أجيب شنطة المدرسة. شنطة المدرسة؟ أه. يا حبيبتي مش أنا كنت جايبة لك واحدة آخر الترم اللي فات، كانت لسه جديدة. خلاص بقى ما ينفعش أجيب لك واحدة جديدة تانية. لا يا ماما، أنا عايزة شنطة جديدة. أصل فيروز يا ماما جابت شنطة جديدة. إشمعنى هي يعني يا ماما؟ إشمعنى فيروز؟ طب بقول لك ايه بقى؟ نعم. طلعي لي شنطتك يا ستي الجديده اللي انا كنت جايبها لك اخر الترم، ولو لقيت فيها غلطه هروح اجيب لك واحده، مع ان انا من جوه. هتجيبي لي واحده؟ لا بس انا عايز اقول لك على حاجه، انا زعلانه منك. ليه يا ماما؟ عشان ما ينفعش تقولي لي اصل اشمعنى فيروز جابت واحده. طب يا ماما انا عايزه الشنطه دي. هشوف شنطتك لو فيها حاجه حبيبتي ابقى اجيب لك واحده. ماشي يا ماما. يلا. تعالي يا غزل. هجيب لك الشنطه من فوق الدرج ونشوف فيها حاجه بقى ولا لا. ماشي يا ماما. بس انا بقول لك ان هي اصلا جديده. لا ماليش دعوه، عايزه شنطه جديده برضو. طب بالله عليكي دي نسيبوها ونروح نجيب واحده جديده. طب يا ماما انا عايزه اقول لك على حاجه، هي صغيره عليا وانا دلوقتي بقيت عايزاها كبيره كده. انت كبرتي في شهرين، كبرتي خلاص. ايوه يا ماما ماليش دعوه. طب اقول لك على حاجه يا ماما، هي من جوه اصلا مقطوعه. مقطوعه؟ مقطوعه. طب انا هفتحها كلها واشوفها، بس انا متاكده ان هي مش مقطوعه. لا مقطوعه يا ماما. لا عشان انا كنت منظفاها اخر الترم يا غزه، ما كانش فيها اي حاجه. لا هشوفي. بصي مقطوعه دلوقتي اهي، ما فيهاش اي حاجه، سليمه اهي. انت بقى بتتلككي عشان تجيبي واحده جديده. لا هتلاقيها دي يا ماما. برضو انت اصلا مش عارفه هي مقطوعه فين. بصي ما فيهاش اي حاجه، مش ما فيهاش اي حاجه. طب هتلاقيها في دي بقى متقطعه خالص. يا سوسه انت. سجاير؟ ايه اللي جاب سجاير في شنطه المدرسه بتاعتك؟ معرفش يا ماما. غزل؟ نعم. هو هيكون مخبيه عليا حاجه؟ لا والله يا ماما. لا يا ماما السجاير دي اصلا مش بتاعتي. طب بصي يا حبيبتي، هنتكلم مع انا ما هتكلم معاكي بهدوء. اي حاجه انت مخبيه عليا اتكلمي معايا بصراحه. والله لو اتكلمتي معايا بصراحه انا هعمل لك اي حاجه. دي مش بتاعتي يا غزل، ما تخافيش. ماما انا عايزه اقول لك على حاجه، انا افتكرت حاجه. انا شفت طنط فرنسا يا ماما وهي كان معاها الشنطه، ويعني اخدت الشنطه وطلعتها تاني. ماما ممكن تكون كانت بتنضف ولا حاجه. معرفش يا ماما. اصل بابا مش بيشرب سجاير، السجاير دي ايه اللي جابها في شنطه المدرسه؟ والله مش بتاعتي يا ماما. هو كون يخبيه عليا حاجه؟ والله مش بتاعتي. والله لو خبيتي عليا حاجه يا غزل هخصمك يا غزل وعقوبك هيبقى كبير عندي. ماشي يا ماما، بس انا مش بتاعتي. فرنسا؟ طب بقول لك ايه يا غزل؟ نعم. انا جات لي خطه حلوه قوي. ايه هي؟ هنعرفوا السجاير دي بتاعت مين. طب ازاي؟ هقول لك عليها وتسمعي كلامي بالظبط. ماشي. تعالي اقولك. تمام؟ ماشي. اسمعي كلامي عشان لازم نعرف علبه السجاير دي مين حطها في شنطه المدرسه بتاعتك. ماشي.
ماشي يا غزل زي ما اتفقنا. ها ماشي يلا بينا. روح ربنا يعاقنين عليك زي ما انت معاقنين عليا كده ومضايقني طول حياتي. تعالي يا غزل. نعم يا ماما. في كاميرتين اهم يا غزل. ماشي. دي بقى احطها فين؟ فين؟ هنا. ماشي. استنى كده اجيب الكرسي عشان اظبطها كويس جدا عشان ايه؟ الخطه تنجح. ماشي يا ماما. كده حلوه يا غزل؟ لا هتيجي كده شويه يا ماما. كده؟ كده؟ ماشي. كده حلوه قوي. وخدي دي يا غزل وزي ما قلت لك بالظبط، اوعي تغلطي غلطه. حاضر يا ماما. يلا يا غزل عشان الخطه تنجح يا غزل. يلا ماشي كده تمام قوي. طنط فرنسا. نعم يا غزل. ماما عايزك. حاضر. تعالي يا فرنسا. يا فرنسا. نعم يا مدام. بقول لك ايه يا فرنسا، انا دلوقتي نازله السوبر ماركت انا وغزل نجيبوا شويه حاجات يعني ناقصه في البيت. قولي لي في حاجه ناقصه في المطبخ يعني رز سكر صابون يعني المواعين وكده، في حاجات ناقصاكي؟ لا كله تمام يا مدام، بس تنزلي لي اكتبي لي الحاجه اللي انت عايزاها واكتبها لي في ورقه وانا انزل اجيبها. لا لا اصلا انا كنت حابه ان يعني انزل انا في حاجه معينه عايز اسال عليها. خلاص اللي انت عايزاه. يلا يا غزل. يلا يا ماما. يلا بينا يا حبيبتي. ماشي يا ماشي يا فرنسا. مع السلامه. حلو قوي. اشرب سجارة في المطبخ واكلمه طين عشته. يا ماما. نعم. هو احنا هنروح فين؟ انا وانت هنتمشط كده نص ساعة، هجيب لك حاجة حلوة ولا حاجة، لو أي حاجة عايزاها هجيبها لك لحد ما نشوف فرنسا هتعمل ايه. ماشي يا ماما. يلا بينا. الله يعاكنن عليك يا شيخ، ده انا كل شويه هتصل بيك اعاكنن عليك. يا عم مخلي عندك دم وانزل اشتغل بدل ما انت مبهدلني كده وشغال عند ده شويه وده شويه. خلي عندك دم شويه. مع السلامه. مع السلامه مين هو انا اقول لك مع السلامه كمان؟ انزل اشتغل ياض. ده انت والمصحف لكل خمس دقايق هتصل اعاكنن عليك زي ما انت معاكنن عليا يا شيخ. هي فين الولاعه هي كمان؟ حط الولاعه فين؟ ولا انا اللي حاطه الولاعه؟ ضيعتلي مخي. هاي الولاعه. غزل انا نقلت دلوقتي الفيديو من الكاميرا لللابتوب، تعالي بقى نشوف فرنسا بتعمل ايه. ماشي يا ماما. فانا كل شويه هتصل بيك عاكنن عليك. يا عم مخلي عندك دم وانزل اشتغل بدل. دي ماسكه علبه السجاير في ايديها. ايوه يا ماما هي ماما السجاير مش بتاعتي. ماشي. فرنسا. فرنسا. نعم يا مدام. تعالي. انت مبهدلني كده وشغاله عند ده شويه. ايه اللي في ايديكي ده؟ خلي عندك. ايه اللي في ايديكي ده؟ علبه سجاير؟ اصل متعاركه مع جوزي وما بينزلش يشتغل المدام وانا اللي بشتغل ومبهدلني وزهقت منه بصراحه، فقلت اشرب سيجاره تريحني من الغلب اللي انا فيه. يعني انت لو عايزه ترتاحي من الغلب تشربي سجاير برضو يا فرنسا؟ صلي صلي وادعي ربنا، ربنا يحل لك كل مشاكلك. جوزك هينزل يشتغل مش هيتعبك ولا هيزهقك في عيشتك ولا هيعمل لك اي حاجه تضايقك. انت ذات نفسك حياتك كلها هتبقى كويسه وحلوه وشغلك هيبقى كويس ويعني عارفه هتفضلي عايشه، يعني الشغل اللي انت فيه دوت هتفضلي فيه مش هتمشي منه وتروحي شغل تاني وتتبهدلي. هو صلي يا حبيبتي صلي. تشربي سجاير؟ السجاير حلت لك مشكلتك؟ لا. ولا الصلاه هو اللي هيحل لك مشكلتك وتتكلمي مع ربنا هو اللي هيحل لك مشكلتك في الاخر. صح. وبعدين بتشربي سجاير عندي انا في البيت؟ وحاطه علبه السجاير في شنطه غزل بتاعت المدرسه ليه؟ عايزه تشربي سجاير اشربيها بره بيتي مش هنا، مش تخبيها في شنطه بنتي اللي خلتيني اشك في بنتي واقول لها ما تكدبيش عليا وقولي لي علبه السجاير دي جايباها منين ليه؟
حقك عليا والله ما دام مش هتتكرر تاني. لا مفيش حاجه اسمها تتكرر تاني ومش هتتكرر تاني. انتي اصلا مالكيش عيشه عندي تاني خلاص، انتي هتمشي من النهارده من هنا ومش عايزه اشوف وشك عندي تاني. ليه بس قطعتي عيشه ما دام انا قلت لك جوزي؟ انتي اللي قطعتي عيشك بنفسك. انتي لو كنتي مع ربنا كنتي بتصلي عيشك ما كانش هيتقطع يا فرنسا، صح؟ السجاير ما حلتلكيش مشكله، جابت لك مشكله اكبر من اللي انتي فيها. بصي يا فرنسا، معلش يا مدام، انتي حسابك كان 800 جنيه تمام؟ دول 1000 جنيه خليهم معاكي وبعد اذنك ابعدي عني ومش عايزه شغل عندي تاني خالص في البيت. بعد اذنك اتفضلي. يعني انت عايزه كده يا مدام؟ اصل ما ينفعش اقعد واحده عندي في البيت تشرب سجاير، هتعلمي بنتي ايه بعد كده؟ اللي تشوفيه والله يا مدام. مع السلامه يا مدام. صلي يا فرنسا، صلي عشان ربنا يفتحها في وشك يا فرنسا. حاضر حاضر يا مدام. يا ماما. نعم. هو انت مشيتي طنط فرنسا ليه؟ عشان اللي هي عملته ده جهل يا غزل. هي ما فكرتش ان في ربنا تقرب منه وتطلب منه اللي هي عايزاه او يحل لها مشكلتها. ما ينفعش تسيبها في البيت ثانيه واحده هنا عشان هي ما بتفكرش. وبعدين ضايقتني قوي لما لقيتها مخبيه السجاير في علبه في شنطه المدرسه بتاعتك. ايوه يا ماما. بس بقى ربنا يصلح لها حالها يا رب والله. بس انت عارفه انا عملت معاها كده ليه كمان؟ عشان تفوق وتعرف ان في ربنا وتقرب منه، مش تروح للحاجه اللي تضرها. صح يا غزل؟ انت نسيتي حاجه. نعم نسيت ايه؟ آه مثلا يا ماما حاجه تخص المدرسه. ايه تخص المدرسه عشان نسيت بس كده؟ الشنطه يا ماما. شنطه ايه شنطه دي؟ ايه ده يا ماما انت هتهزري معايا؟ الشنطه عايزه اجيب شنطه جديده. طب بصي يا غزل، عايزه اقول لك على حاجه. انا هجيب لك اللي انت عايزاه وهجيب لك الشنطه اللي نفسك فيها. بس ما تجيش في يوم تقولي لي اصلي اشمعنى فيروز جابت يا ماما وانا لا. انا مش حرمكي من حاجه يا غزل. خلاص يا ماما هتجيبي شنطه المدرسه؟ ايوه بس كلمه اشمعنى تاني دي جابت وانا لا، هعاقبك عقاب كبير ومش هجيب لك اي حاجه تاني. ماشي يا ماما، هروح اغير بسرعه، ماما جايه لك.